مرحبا، نترافق سوا بحلقة جديدة من المجازين، مجلتكم الأسبوعية يلي بتحطكم بأجواء كل جديد عم بيصير على مختلف الأصعدة. تتولى الرابطة الدولية لمنع الانتحار تنظيم اليوم العالمي لمنع الانتحار بـ10 أيلول سبتمبر من كل سنة، وبيتمثل الغرض من هاليوم برفع الوعي بجميع أنحاء العالم بأنه يمكن منع الانتحار فعلاً. الانتحار مشكلة رئيسية من مشاكل الصحة العامة، وبتترتب عليها عواقب اجتماعية وانفعالية واقتصادية بعيدة المدى، وبتشير التقديرات لوجود حالياً أكثر من 800 ألف حالة انتحار تحدث سنوياً بجميع أنحاء العالم. ولازم ما يغيب عن بالنا أنه كل حالة انتحار بتأثر بشكل عميق على عدد أكبر من الناس. ولنحكي أكثر عن هالموضوع الحساس واللي موجود بكثرة حوالينا وبكل المجتمعات، تنضم إلنا بالاستوديو دريسلا طبري كليعاني، اختصاصية بعلم النفس الاجتماعي. هاي دريسلا، يعطيكي ألف عافية. Thank you. يعني عم نشوف قديش الحالات الانتحار عم بتزيد، وخاصة يعني كنا عم نحكي هيك تحت الهواء، كل ما عم نوعي حولها كل ما عم نلاحظ انه هالحالات عم ترتفع. فيك تقولي لنا قديش هيدا الموضوع صحيح وتفسري لنا أكثر عنه؟ للأسف نتوقع نحن وقتا نكون عم منجري عملية التوعية، ولكون صريحة كتير عم نلاقي في توعية زيادة بكل البلدان، بس أنا أكتر حب ضوي على الشرق الأوسط. صحيح. كتير عم بيصير في توعية، مش معودين لنحنا بمجتمعاتنا. صار في NGOs، جمعيات، مؤسسات، حتى بالأديان صاروا أكتر عم بيضووا على هذا الموضوع، الاهتمام بالصحة النفسية. بالصحة النفسية عم نحكي أكتر، عم نشدد على موضوع الانتحار وتسحله، لأنه قبل نتجنب نحكي ونسمي المشاكل اللي بنقطع فيها، كنا نعتبرها تابو او 100%. هذا شيء ما بنحكي عنه، ما بنقوله، حتى اذا حدا توفى من العائله او من المجتمع. صحيح. من الحي ما بنقول كيف توفى، مع انه الكل بيكون عارف، بس ما بنحب نسمي هول الفينومينن، يعني ما بنحب الظواهر. يس. سو الفكره انه يس عم يصير في توعيه، بس للاسف الاعداد ما عم تنزل، الاعداد بعدها عم بتزيد بكل المجتمعات، وهذا بيعود لانه الاسباب عم بتزيد، وعوامل عده كمان عم بتكون محيطه بالاشخاص اللي هي اكثر عرضه للانتحار. اليوم اذا شخص بده يقدم على هيدي الخطوه، هل في اشخاص بتبقى اكثر عرضه لهذا الموضوع من اشخاص تانية؟ اكيد. اول شيء في بين الجنس، يعني الذكور او الاناث، الاناث عم زيد، بس دائما الذكور تقريبا 70%، يعني دائما الذكور اعلى من نسبه الاناث بالانتحار. والاعمار الاكثر المراهقين واليونج ادلتس، يعني اول ما نفوت بالعشرينات لل 25 او الليت 20s، هيدا اكثر فتره عم بيصير فيها نسبه انتحار. يعني بدنا نقول الفئات الهشاشه اذا بدنا نقول. yes. او اللي دائما بتحس انه في قصص مبهمه قدامها مش عم تعرف تلاقي لها. yes. حل او اسئله. اليوم بنعرف يعني كمان الاعلام قديش عم بيضوي على هيدا الموضوع وبيلعب دور كتير كبير، ولكن اليوم الزايد خي الناقص، فكيف كمان الاعلام لازم ينتبه انه احنا بدنا نضوي بس بنفس الوقت ما نكون عم نشجع بطريقه غير مباشره، لانه هي عدوى اذا بدنا نقول. لكن للاسف كمان من وراء السوشيال ميديا، من وراء الانستغرام، فيسبوك، تيك توك، كل هول عم بيصير في قصص بتخليك انك انت توصلي لهونيك، بتعطيك افكار كيف. صحيح. يعني صار الافكار متاحه كلها قدامك، الوسائل لانا اعمل سيلف هارم، كون عم باذي حالي لاوصل للانتحار، او فكره طريقه الانتحار بحد ذاتها صار كله متاح لنا كثير، وصارت بتحس بهالعمر، لانه تو بروف تو يو انه هذا العمر كثير حساس، وهذا العمر اكثر شيء عم بيصير فيه نسبه الانتحار العاليه، هو لانه هذا العمر كثير بيتاثر ببعض. صحيح. They get influenced very easily. سو اللي بيصير في عدوى او بيتاثر 100%. سو بصير اتس ا ترند، بتصير هيدي هلا موضه، هي عم تاذي حالها بهالطريقه، انا ببلش اذي حالي بهالطريقه. يمكن هن بحاجه لانتباه او بحاجه لحدا يفهمهم بمشاكلهم، بالامور اللي عم يقطعوا فيها او بحالات معينه. كنت عم قلك تحت الهواء 100% اللي عم تقولي مزبوط، لانه هيدا العمر عمر كتير حساس، وعمر كتير بيقطع بتغيرات جسدية، نفسية، الهرمونز، كل شيء. سو أنا
انا دروسلا بقول من اكثر الاسباب، صح عم نحكي عن السوشيال ميديا، صح عم نحكي عن الجيمينج يلي فيه فايولنس كله بأثر، بس دائما بترجع للاهل. طب ليش انا ابني عم يلعب هالقد وقت على الجيمز؟ ليش انا ام نوت سوبرفايزنج هو شو عم يلعب؟ هيدا كمان بيكون يعني اذا بدنا نقول خطر على دماغ وعلى كيفيه الاستيعاب وقدره الاستيعاب عند الاشخاص، او ما بيأثر؟ بشو قصدك؟ يعني استيعاب عند الاولاد؟ ايه انه التليفون، السوشيال ميديا، الواحد يمضي وقت ما عم بيشوف، ما عم بتتنوع الافكار عنده، دايما محدود بافكار معينه، يعني عم بيشوف نفس الفيديوز، عم بيلعب نفس الالعاب على هيدا التليفون، فهيدا كمان يمكن بيقدر ياثر على الخلايا الدماغيه، على كيفيه التفكير، او انه الواحد يحس او يكون عم بيتفاعل مع مشاعره. لكن بالنهايه نحن عندنا حواس، اوكي؟ اتس لايك ا بلانت، كان عندك زريعه، شو عم تسقي الزريعه انت؟ شو عم تسقي حواسك اول ذا تايم؟ شو عم تسمعي؟ شو عم بتشوفي؟ شو عم تحكي؟ اي كلمات؟ شو الاصوات؟ كيف عم تلعبي؟ شو الشعور يلي عم تحسيه من بعد ما انت عم تخلصي تلعبي؟ طول ما انا عم نورشن، كل ما انا عم بسقي وعم بغذي هيدا حالي ونفسي وجسدي وافكاري وعيوني ودينيه من هيدا الشيء، اوتوماتيكلي انا رح بلش لا اراديا باللاوعي تبعي كله حيتخزن، ورح بلش اوتوماتيكلي اتصرف على اساسها. صحيح. حتصير حسها نورمال. يعني انا بعطيك احضري تو موفيز رومانتك، انت حتحسي الله الحياه شو حلوه، ليه ما اني مجوزه، يا الله ليه خطيب مسافر، دغري بنتأثر بالعوامل اللي حوالينا. سو الاولاد عم يقعدوا ساعات طائله على الالعاب الفيديوز او على السوشيال ميديا، بس كمان في دور للاهل، مش بس ليش عم بيسمحوا للاولاد بانه يلعبوا هالقد ساعات، او ليه ذير نوت سوبرفايز، مراقبة يمكن. مش قصة بس المراقبة، لا أنا بدي أدور على شيء تاني اليوم اللي هو معاملة الأهل مع الأولاد. صح. كمان عم بصير في توعية كيف نربي أولادنا، شو الألفاظ اللي نقولهم لأولادنا، بس لليوم للأسف بعدنا منلاقي سكسزم بالبيت، تفرقة بين الذكر والأنثى اللي عندنا إياها الشاب والبنت بالبيت، بعدنا بلاقي أم عم بتحطم بنتها، بعدنا بلاقي أولاد من أذية، مش بس أولاد، أعمار 30s 40s و 50s وحتى teenagers بعدها تراكمات. till this day. صحيح. تراكمات على العمر الكبير، ولهلأ بعدها عم بواجه بالمراهقين او اليونج ادلتس قد ايه عم بيصارعوا مع اهاليهم. يعني اليوم حسب خبرتي كانك عم تقولي لنا انه اليوم الاهل التفاعل مع اولادهم او مع الادلتس او انه المراهقين عم بتكون مش جيده كفايه حتى يطلعوا من هيدي الحاله او ما يعني يلتجئوا لها. لكن صح، بس كمان ما بدي بين هلا انه كثير عم بحط اللوم على الاهل او وينكم، بعرف الاهل حياتهم تغيرت الاساسيه كمان. يس. هلا الاهل حياتهم تغيرت، صار عندهم شغلهم ساعات طويله، حتى المراه برات البيت بسوق العمل عم تشتغل، سوق انا على شو بدي لحق؟ بس اتليست تكون انا عم بامن صحة نفسية جيدة لأولادي. هذا في ميزان، يعني في ميزان للأمور. اليوم المجتمع الدولي بيختار عنوان من 2019 تقريبا، إحياء الأمل عن طريق العمل. قديش برأيك هذا الشعار بمحله؟ فيك تفسري لنا عنه أكثر شو بيعني؟ لأنه العمل فيكون إنه نحن نعمل شيء منيح، أو العمل إنه نلجأ للعمل بدل ما نلجأ للأفكار البشعة أو الانتحارية. لك والدايمين بهيدي الجمله، شو القصد من وراء هيدي الجمله او الموتو اللي حاطينا؟ هو انه اول شيء ليقولوا نحن هون ونحن بعدنا عم نوعي، والعمل هو on many levels، العمل كجمعيات وعم تشتغل، العمل انه انتو برايورتي، هيدي اولويه عنا ونحن مش ناسيين، وفي رجاء انه في سبستيتيوشن لمشكلتكم، في الترناتيف، في بديل للانتحار. سو دونت جيف اب، في رجاء، في حل. طيب هل برايك اليوم لما نحن بنحكي مع شخص تعبانه نفسيته او ما عنده قدره استيعابيه، او لما بنشوف الموتيفيشنال كوتس على السوشيال ميديا او يعني الشعارات المحفزه للاشخاص، بنحس انه عم نحملهم فوق طاقتهم، هذا الشيء بيتعبهم زياده، انه بده يعمل هيك بس ما في عنده الوسائل، شو كيف بتعلق على هذا الموضوع؟ اكيد بمحل البوزيتيفيتي هيدا الزايده، يو هاف تو الايجابيه، ونحن لازم نضلنا نوع الصبح وحكي مع حالك بالمرايه وما تكون زعلانه. لا، في اوقات انه انا تعبانه وانا بحق لي اتعب وانا بحق لي ازعل، حاله طبيعيه بيقطع فيها. انه ليه بدي انكر عم بحس هيدا الشيء اللي عم بيصير اللي انت عم تحكي عنه؟ كان انا عم بدفن مشاعري بس هي موجوده. صحيح. انه انا بدي اكون بنكران للحاله اللي انا فيها، which is not true. يعني الاهم الواحد يحكي، to speak up، يحكي على صوت عالي بافكاره. كنت عم تقولي لي كمان بهذا الموضوع تحت الهواء انه اليوم بنحكي عن الصحه النفسيه بس ما بنحكي عن الحاله تبعنا. Yes. شو قصدك بهذا
كثير صار في كوتشز على انستغرام وعلى السوشيال ميديا وعلى التيفيات سايكولوجيست، هيدا كثير صار شيء تريندينج كمان وحلو، بس بنفس الوقت بنحكي عن الصحة النفسية، نستعمل كلمة mental health، نستعمل ننتبه على mental health coping skills، كيف لازم تنتبه على حالك، كيف لازم تحسن مودك، كيف كيف كيف. بس أنا هول عم بعملهم وأنا ناكرة مشاعري وناكرة الكيس اللي أنا فيها. قديش بنتصارع أنه أنا هول أهلي، عم بعطي إكزامبل عن الأهل، أنا هول أهلي بحبهم لازم أحترمهم، بس هن اللي مسببين للجرح. قديش صعب أحكي عنهم، قديش صعب واجه المشكلة الواقع اللي أنا فيه. ودايما عنا الأهل هن نقطة الضعف، بس بنفس الوقت ننسى أنه كمان في نكونوا نقطة قوة بالنسبة لأنه هول القيم اللي ربينا عليهم. أهلك لازم تحترميهم، الأكبر الألدرز which is مزبوط، وأنا بوافق وأنا بشدد على هيدا، أنا ما عم بلغي هيدا الموضوع مزبوط. بس إيه بحكي عن الصحة النفسية بس ما بحكي عن مشكلتي. مزبوط. واليوم بالمدارس يعني هلأ كمان مع العودة عم نشوف أنه ما في نسبة انضباط عند هيدا الجيل، كمان ممكن يعرضهم انه يتاثروا برفقاتهم او يتاثروا بالاكبر منهم او يتاثروا بالمواضيع يلي عم يحكوها ويحكوا فيها او خلال السوشيال ميديا. وانا شفت هذا الفيديو راح فايرل. قديش اليوم المدرسه هو محيط ممكن يكون محفز لهيدي الافكار او المقارنه يلي بتصير او البولينج والسايبر بولينج، وكثير من الافات المجتمعيه اللي عم نشهدها ممكن تزيد من هيدي الحالات، وكيف ممكن يعني نشتغل معها؟ فيني اقول المدرسه هي سلاح ذو حدين. قد ايه فيها تكون عم بتدمر من ورا البولينج، لان البولينج عم بزيد، قد ايه فيها تعمل ديبرشن يأس عند الاولاد، قد ايه فيها تعمل لانه كومباريزن بين العلامات خصوصا بمجتمعنا، انت بتعرفي قد ايه هذا اشطر هذا الاول، قد ايه الاجسام هلا البنات او الشباب سكس باكس، البنات ضعيفه ناصحه كل هول. بس بنفس الوقت وقتها ما يكون في وجود للعائله مزبوط او للبيت مزبوط، قد ايه اوقات ما فينا انكر في معلمات وفي اداره وفي توعيه بالمدرسه هائله عم بتصير من وراء مرشدين النفسيه يلي بيكونوا بالمدرسه، يلي عن جد في معلمات عندهم ضمير بينتبهوا انه في ولد عم بيتغير بالصف. And they tackle the problem. يعني هي علاقه تعاون اذا بدنا نقول ما بين الاهل بقلب البيت وكمان مراقبه الاولاد بقلب المدرسه. اليوم يعني باطار الانتحار كمان عم نشوف حالات معينه، اوقات بنشوف الشخص زعلان قدامنا بس ما بنعرف انه هو ممكن عم يفكر بهيدي الافكار، كيف ممكن نميز انه هيدا الشخص عن جد صحته النفسيه تعبانه ممكن يقدم على هيك خطوه؟ تختلف من شخص للتاني اذا فيك يعني تخبرينا اكثر. في كتير سيمتمز عوارض ببينوا عند الشخص هي عادية، ممكن حيلا حدا يقطع فيها ويطلع منها، بس وقت أنت تكون قريبة على شخص أنت بتعرف هلأ حدا رفيقتك قريبة عليه أو حدا من العيلة بتكون بتعرفي له شخصيته كتير منيح، وقت يصير في تقلبات بالمزاج فجأة واكستريمز، وقت يبطل هذا الشخص عم يقدر ينام، وقت يحكي كلمات خلينا نجرب نكون عم نقرأ ما بين السطور أنه شو قصده، ليش هيك حكي، ما نقطع شيء أنه مرور الكرام أنه عاد اليوم ما كانت ريقتلا، لا مش هيك. وقت حدا مثلا يقول أنه شو العازة هالحياة، أو إذا حدا توفى يين ياله، هو الكلمات ما لازم نستلشق فيهم، بل على العكس لازم نكون عم نسأل أسئلة ديبر لهذا الشخص أنه ليش هيك عم تحكي، what's wrong، شو في شيء مضايقك. سو ما نكون عم نغض النظر عن هول صحيح. يعني نحن بنقدر اليوم كأشخاص محيطين بشخص ممكن يقدم على هيدي الخطوة نقدر نساعده انه ما يقدم عليها، شو هي كيف بتنصحينا اليوم اذا كان في هيك حالة قدامنا نتصرف او نتدخل او يكون في تشخيص صحيح اكيد بمساعدة اخصائي؟ اول شيء اهم نقطة بالنسبة لي، ولا مرة to underestimate، نستخف بالمشاعر وبالمشكلة اللي الشخص اللي بوجه عم بيعيشها. يعني أنا ولا مرة لازم أقول لخيي إنه ما بدها هالقد، أو أنت رجال شد حالك، أو مش ضروري تدبرس على هيك موضوع. ما استخف بالمشكلة لأنه لهيدا الشخص هو الجبل بحد ذاته. صحيح، كل حدا مشكلته على قده أو بشوفها بمنظر معين. فرست أول شيء ما استخف، ثاني شيء to validate المشاعر، يعني قول أوكي معك حق، بحس معك، نبلش حس انه انا معك،
ما رح اتركك. Let's find a solution to direct, وجه نظر وتفكير الشخص يلي عم بيقطع بهذا الشيء الصعب على الحل، مش وشتت له افكاره عن الانتحار. يعني يمكن هون كمان هذا هو المقصود بالشعار، انه احياء الامل عن طريق العمل، انه نشتغل سوا ايد بايد على انه نطلع هذا الشخص من الديمومه اللي هو عايش فيها 100%. ونحن قادرين نعمل، نحن الافراد بين بعض قادرين نعمل الفعالية الأكبر، لأنه نحن اللي عم نعيش مع بعض، نحن اللي بنعرف بعض. وتالت شغلة اللي هي أنه بلش وجه هذا الشخص عند وشجعه وتو نورماليز الحسيس اللي عم بعيشه، تو نورماليز لا حسس أنه عادة أن أنا أروح عند مرشد نفساني. لأنه نحن لهلأ بعد منا عادة بالنسبة لنا، لهلأ بعد في ناس بتجي ما بدها حدا يعرف، لهلأ بعد في ناس عايزة وبدها وبترفض they are in denial بنكران أنه أنا حتى عايز. So لا to normalize لهيدا الشخص فكرة أنه إيه منروح عند مرشد نفسي عادة بيساعدنا بيعملنا. So هول الثري ستبس بالنسبة لإلي هنا الأولوية. صحيح انه نتدخل بهذه الطريقه حتى نكون عم نحمي يلي حوالينا. اليوم ذكرتي بالبدايه انه بالشرق الاوسط خاصه بالبلدان العربيه عم نشوف رواج اكثر للتوعيه حول الصحه النفسيه. قد ايه برايك كمان هذا الموضوع زاد خاصه بالسنين الاخيره وخاصه بعد كورونا؟ يعني شفنا انه ما بقى عم نقدر نروح على بعض عند بعض، ما بقى عم نتعرف على ثقافات جديده، هذا الشيء كمان بتعب او الهموم عم بتزيد. قد ايه برايك هذا الموضوع صار عم بيزيد وقديش منيح ايضا؟ أكيد زاد، لأنه كورونا خدتنا، خدت كل البلدان وفرجت قدي مأذي أنه أنا أكون وحيدة. واللي بينتحر هو مش لأنه وحيد اجتماعياً جسدياً ما في ناس حواليه، هو لأنه وحيد حس حاله بمشاكله بالتريب اللي هو فيها وحيد، ما بيقدر يتشارك هالأفكار أو ممكن أنه يخاف من الأحكام المسبقة اللي بدها 100%. سو الفكرة انه خضتنا لانه اكتشفنا قد هذا عنده اهمية، وعشنا الشيء الصعب، عشنا الوحدة، عشنا انه كل الطرقات مطفية، عشنا الديبرشن. سو من بعدها اكيد زادت نسبة الانتحار. قد في ناس ماتت عندها بالعيلة، شافون قدام عيون عم بيموتوا او شافون مش قادرين يقدروا المحل بالمستشفيات. سو هول كلهم زادوا من نسبة الديبرشن، زادوا من نسبة الانتحار. بتعرفي بدي اقول لك شيء، مش ضروري انا اوصل للموت، الانتحار فينا عيش انا وميتة. صحيح. سو قد ايه في ناس بلشت تعمل سيلف هارم، تأذي حالها، قد ايه في ناس عايشه من قلة الموت. سو من ورا تعبر عن غضبها اللي عشناه بالكورونا. اكيد اليوم عم نعيش كمان مرحله بتساعد على الانتحار، هي بقولها الاكتئاب السعيد. اليوم بنروح بننبسط، بنظهر، بنتواصل مع الاخر، بس بنرجع على البيت بنقول اف انه انا ليش كان ضروري هيدي الظاهره. بيرجع بنشوف كمان نفس الشخص اللي حكى هيدي الكلمه كمان راح يعني توجه لهيدي الخطوه او للانتحار. اليوم كيف بتوصفي هيدي الحاله المجتمعيه اللي عم نعيشها؟ حتى اذا بتشوفي في ناس الببليك فيجرز والهوليوود ستارز اللي بيعملوا بيوصلوا للانتحار، مثلا روبن ويليامز هو كان الكوميديان، هو اللي كان بيزرع الضحك على وجوه العالم، هو اللي بتقولي اخر شخص ممكن ينتحر. سو وصل لهون. سو مزبوط. قديش هيدي اللي بتغشنا بين بعض. ما اليوم كانت عم تضحك، ما اليوم كانت مبسوطه. This is why قلت قبل شوي خلينا نكون عم نقرا ما بين السطور. صحيح. ممكن تكون عم تضحك وعم تسهر وترقص ومبسوطين ومجتمعين بالعائله، بس نشوف عن جد يمكن ابعاد البعد تبع تصرفات الاشخاص. دريسالا، يعني هذا الموضوع جدا واسع، ثانكيو على المعلومات يلي عطيتينا اياها. شو في هيك كلمه او نصيحه بتحبي تقدميها لكل يلي عم يسمعنا ممكن يكون اليوم قاطع بظرف صعب او بهيك وضع صعب؟ كثير حب اقول انه كثير منخاف العالم شو بدها تقول عنا، كثير منخاف الحكي عن الحكي اللي بدنا نسمعه، منفضل ننتحر ونموت وتخلص حياتنا من انه انا اشتغل واطلع من مشكلتي. كل واحد وقت انا اعرف انه كل واحد منا عنده مشكله ادرى من الثانيه صراحه، وكل عائله عندها نقط ضعفها، واتحدى هاي المشكله وما خليها تكون واقفه من واقفه بوجهي من انه انا اتقدم بالحياه وانه انا اطلع منها، واخذها از ستيبنج ستون زي ما بقول، كحجاره عم برفع. صحيح. عم برفع عم بتكبرني، عم بتعليني، عم بتعلمني. سو دونت جيف اب اون يور سيلف، ما تستسلم على حالك،
مشكلتك مش أكبر منك، ودايما في حل اللي هو انه انا روح عند حدا يقدر يساعدني ويطلعني من اللي انا فيه، يمكن يعيش المشكله معي، يمكن يسمع لي، يمكن انا متوهم بمحلات مشكلتي اكبر من ما هي فعلا، يمكن اتس ا ماتر اوف تايم، يمكن حدا بفرجيني مشكلتي من منظار ثاني. سو خليني استعمل كل الخراطيش اللي عندي اياها ونحكي على صوت عالي، انا وشارك مشاعري وشارك مشكلتي مع الشخص المناسب، الشخص اللي رح يعطيني النصيحه بطريقه حكيمه واللي بنرتاح معها اكيد بتكون مناسبه لنا. رساله تبارك ليعاني اخصائيه بعلم النفس الاجتماعي، ثانك يو لك واهلا وسهلا.